في الأثناء قال الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين أننا لا نريد أن نتفاجأ في يوم الانتخابات بأمور تنظيمية، مبينا أن هناك عزوفا عن مراجعة مراكز التحديث وتسلم البطاقة البيومترية، موجها باتخاذ إجراءات تساعد في ارتفاع نسب المراجعين لمراكز التحديث. الأخوة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة احنا اليوم بصدد مناقشة موضوع تعبوي للمرحلة القادمة، موضوع انتخابات مجالس المحافظات. المرحلة القادمة بالانتخابات هي مرحلة يعني حساسة ودقيقة. احنا ما نريد ان نتفاجئ بيوم الانتخابات بالإجراءات. نظام الانتخابات بالمرحلة القادمة هو نظام بيومتري، يعني كل ناخب لازم عنده بطاقة، مو البطاقة الموجودة، البطاقة اللي تكون بها صورة. وهذه البطاقة إذا نجي نحسب أنه 50% نسبة التحديث، يعني 50% من أصوات صلاح الدين تكون يعني خارج العملية الانتخابية. هذا إضافة إلى النازحين وإلى المناطق المنكوبة والخدمات اللي بيها، فهذا راح يأثر على يعني التكوين السياسي والخدمي بالمرحلة القادمة. يحتاج أنه الدوائر تقوم بدورها بأن تكون جميع المعاملات يعني مقترنة بالهوية البيومتري اللي هي راح تصير خلال هذا الفترة القادمة، هي المستند الرسمي ل تمشية المعاملات في الدوائر. وكذلك بالنسبة للقوات الأمنية أيضا عزوف كبير جدا عن التحديث وعن استلام البطائق، والسادة قائد عمليات سامرة وقائد عمليات صلاح الدين وقائد الشرطة وبقية الأجهزة الأمنية أيضا لازم يكون عندنا عمل بالمرحلة القادمة حتى يعني تكون العملية ماخذة اتجاهها الصحيح وحقوق الجميع محفوظة.